الإدارة المالية. القاعدة الأولى والأكثر أهمية هي التذكر أن في تداول الخيارات الثنائية فإنه لا مناص من الخسارة. لا يمكنك ببساطة أن تحمي نفسك من الخسارة دائماً، ولكن كل ما يمكنك القيام به هو معرفة كيفية إدارة أموالك وتقليل المخاطر الخاصة بك حتى يمكنك أن تكون أكثر نجاحاً في كثير من الأحيان. في هذا الفصل سنتعلم كيفية تقليل المخاطر الخاصة بك وزيادة فرصة النجاح. ستتعلم ما هي الاستثمارات الصغيرة والكبيرة، وستتعلم كيفية إدارة التعرض للمخاطر.